يا ريت قدرت احضر العرس، ما كنت بالبلد. لا تواخذوني. لا ولا يهمك، فينا نعوضها بعشا. واصلا نحن حابين انه نعمل حفله ببيتنا الجديد، ما هيك مروان؟ طبعا نستنى. معناها خلينا نرافق البيت. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. حيا، ممكن تجي لحظه؟ طبعا. جبت لك القهوه. الي؟ ليش مستغرب هيك؟ ابدا، شكرا لك، منيح انه انت معنا. ولو صحة. بدي اقول لك شغله، انا حابه اعمل تحضيرات على التراس فوق. لاني بدي احضر مفاجاه حلوه لحدا، فيك تساعدني بهالخصوص؟ انت لا تاكليها، اعتبري حالك وصلتي. بس شو بدي اعمل؟ شراب قهوتك لحتى فهمك. طيب، بس انا تحمست. الو. نعم مروان بيك، اسراء خانم بدها تشوفك، فاضي؟ ايه فاضي، خليها تفوت فورا. اسراء. مروان، انت امبارح قلت لي اللي عندك، وانا كمان في عندي كلام اقول لك اياه. تمام، المهم انك تقبلي تحكي معي. ليش واقفه عادي؟ ما بدي اقعد، ما في لزوم، بلاها. خلينا نتقابل المساء على التراس، ممكن؟ ممكن، تمام. معنا هالمساء بشوفك. كنان؟ ها؟ عم قول لحالي من وين اجا كل هذا النور فجأة وكل هالطاقة الحلوة. تفضلي عادي. شو عملتوا بعد ما طلعت امبارح؟ صار شي معكم؟ أكلنا وحكينا بشوية تفاصيل، وبعدين شاركوا بالتطبيق وكل واحد رح على بيته. ممتاز. المهم أنت احكي لي شو صاير معك؟ ليش رحت فجأة؟ لك أمي كانت كتير معصبة، خربت الدنيا كلها، نكشت البيت وكسرت، وهي عم تكسر جرحة إيدها، يعني كسرت شغلات سخيفة. أخذتها ورحنا على المشفى وعالجوها هنيك، وبعدين جبت لها الأدوية ووصلتها على أوتيل ورحت. لا تحس بتأنيب الضمير، أنت عملت اللي لازم ينعمل، شو كان فيك تعمل غير هيك؟ أنا كان فيني ما روح يا إسراء، يعني عم نحكي عن مرة ما وقفت جنبي أنا وصغير بولا موقف، لهيك ما بتستاهل. بس عن جد أنا كتير غبي، ما عم بقدر أتصرف مثل قبل أبدا. لا كنان، انت قلبك طيب وحنون، يعني انت من اكثر الناس العاقلين والاذكياء اللي تعرفت عليهم بحياتي. لا بقى تحكي هذا الحكي. شكرا، ريحتيني. طيب هي لو بترجع بتروح، انا كتير رح ارتاح صدقيني. يلي مخوفني مبارح بالليل انه حسيت رح تبقى، لهيك انا اتضايقت. طيب خلينا نغير الموضوع، مبارح ما كملت أكلي. أكيد لاحظتي، ما إذا بدك منكفي العشاء اليوم بالليل. لا ما بتزبط، لأنه الليلة في عندي خطة. يا عيني عليكي، صبر. لا هذيك هلا صرتوا تفهموا بالصبر؟ انا بفهم من زمان ومن هلا. بلشنا فلسفه. هي مو فلسفه، هي الواقع. دخيل قواعدك يا جماعه، حاجه مواعظ، كلنا شغله تسلينا. مروان، شو سبب هالاحتفال هذا؟ ما بعرف.
شو رأيك نروح مشوار على المطعم؟ كينان، الكل صاروا موجودين، يلا خلينا نخبرهم. أها تمام، أهلا وسهلا. وطالما إجوا كارلا ومروان صار فيني أحكي هلا. يا شباب بدي إياكم تقربوا كلياتكم لعندي شوي إذا بتريدوا يا جماعة. شوفي. أكيد أنتوا كلياتكم عم تسألوا حالكم شو سبب هذا الاجتماع هلا، وليش نحن عم نحتفل. أنا من فترة عم بعمل اتصالات بس ما حبيت خبركم قبل ما أوصل لنتيجة، وأخيرا هلا وصلت. قررنا نفتح فرع للأبليكيشن بأنطاليا. برافو. كثير حلو هذا حكي. مبروك لنا. شكرا. هذا اسم مبروك. برافو. كثير حلو كثير الموضوع. ولهذا السبب أنا وكينان لحتى نسلم الشغل رايحين نعيش هونيك. هاي خبرية سيئة. وقديش رح تبقوا هنيك؟ حاليا ما بنعرف قديش المدة. رح نبقى 5 أو 6 شهور. في عنا شغل كتير ولازم نديره هني. وكتر خيرها إسراء لأنه رح تكون معي. لكن بهنيك كينان بيك. شكراً. حبيبتي إسراء. مبروك. مبروك. حتى لأختك الوحيدة ما بتقول لك مبروك إسراء من قلبك. حبيت أعمل لك مفاجأة. تجي نفسه على الشغل. مفاجأة بتاخد العائلة. عن جد شي ظريف كتير. وأنا كمان كتير. عن جد من نجاح لنجاح إن شاء الله. شكراً كلكم اليوم. تسلم. تشتغل دوام إضافي. ايه مروان تعالوا نشرب شيء. عفوا مروان بيك طبعا. انت ما بدك تفارق لهم؟ وانا كمان بدي. انت شو عم تحاولي تعملي؟ مسافره مروان وفرحانه كثير لانه وشك ما عاد شوفه. ايه طبعا. تعال يلا يا جماعه خلونا نبلش سهرتنا. ايه معك سهره حلوه اليوم. صحتكم صحه النجاح. شو رأيكم بهالمفاجأة؟ أنا كثير مبسوط. شو مفكر حالك عم تعمل؟ وليه ما عندي خبر باللي عم تساووه؟ اهدى لا تضوج. حبيت أعمل لك مفاجأة. ما عجبتك؟ لا ما عجبتني. وهالقرار رح يلتغي. لا ما حذرت هالمرة مروان. مين مفكر حالك؟ متخبي ورا حصص ابوك وداخل على الشركه واقف قدامي وعامل لي فيها المعلم ومدري شو؟ انا دفعت عمري وسنيني كرمال هالشركه سيد كنان، وهذا المكان مو مكان للعبك. مروان انت من شو ضايقت بقى؟ ها؟ خليك واضح، الكل مبسوطين والكل عم يحتفل، كارلا انبسطت كثير. انت شو يلي زعجك؟ كنان مشان تعمل هيك حملة لازم تتحضر لأشهر يا كنان. ما فيك تشتغل بهيك شغلة وانت ما بتفهم فيها. مين قال لك ما بفهم فيها؟ قلي انت شو يلي معصبك بالضبط احكي. خليك ساده. كنان مروان طلعوا حواليكم وشوفوا وين انتوا شو عم تعملوا. اصحوا على حالكم بقى، شو صاير معكم؟ معك حق اختي، بعتذر كثير يا جماعه. يلا خذوا راحتكم. انا اسف كارلا. تعال شوي. مروان لحظه. مروان استنى شوي. مو وقته هلا كارلا. مو هي. انا رايح اشوفه. كل ما احاول اني اعمل شيء منيح عم يمنعني، ولهالسبب قلت لك ما بدي اقول لانه هيك رح يساوي. كنان لو سمحت روق، نحن رح نكون قد هاي الخطوة وحتى رح نوقع على أعمال كتير هنيك، والكل رح يعترف في نجاحاتنا. تمام؟ كلك زين. راح وكتير مقصر. يعني وين بده يكون راح؟ انت أكتر حدا بتعرف مروان بيتضايق لما ما بيستلم قيادة كل شيء، بس بكرة بيتعود. وأنا عكس مروان انبسطت كتير بالخبر اللي سمعته. على فكرة انتوا الاثنين رح تنجحوا بشغلكم الجديد. شكرا. وبكل الأحوال لما تستقروا هنيك رح ترتاحوا أكيد. لما تبعدوا لفترة الكل رح يستفاد، وخاصة أنتي إسراء، لأني بصراحة آخر فترة حسيتك مزعوجة كتير لهيك عم أحكي هالحكي. والله جد هيك حاسة كارلا خانو؟ بالعكس أنا مبسوطة كتير، وحتى من فترة طويلة ما حسيت حالي منيحة مثل هلأ. حلو ممتاز. ورح ننبسط أكتر. حجزت البطاقات حتى نطلع بآخر الأسبوع.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.